بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله تعالى ونشكره على ما أنعم علينا من نعم عظيمة وآلاء جسيمة لا نستطيع لها عداً ولا حصراً، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم عظيمة تستحق الشكر والامتنان، وقد قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ألا وإن من أعظم النعم وأجلها في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية نعمة التوحيد والعقيدة، وهذه النعمة من أعظم النعم، نعمة العقيدة الصحيحة والإخلاص لله في العبادة. ولا شك أن هذه النعمة تجلت وظهرت ولله الحمد في هذه البلاد منذ تأسيسها. ومن النعم التي نحظى بها نعمة الأمن، ونعمة الأمن من أعظم النعم التي أنعم الله علينا أيضاً بها في هذه البلاد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم العظيمة. فما أنعم الله علينا هذا اليوم بنعمة الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار والعيش في هذه البلاد في أمن واطمئنان، لهو بفضل من الله سبحانه وتعالى أولاً بما من الله به على هذه البلاد بأن توحدت واجتمعت، اجتمعت على التوحيد واجتمعت على هذه العقيدة المباركة. فاجتماع هذه البلاد كان بعد فرقة، وتوحدت بعد أن كانت في شتات، توحدت على يد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله. فبعد أن تأسست هذه البلاد على هذا التوحيد وعلى هذه العقيدة المباركة، رأينا الخير والبركة والتوفيق والتعاضد والاعتصام، كل ذلك انطلاقا من قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اجتمعت على هذا الأساس هذه البلاد، وبهذا التوحيد وهذه الوحدة التي أسسها الملك عبد العزيز قامت هذه البلاد بنشر هذه العقيدة حتى قرت عيون الموحدين في جميع أنحاء العالم بما رأته من تلك الدعوات التي تدعو إلى التوحيد وتحذر مما يضاده من الشرك. بعد الملك عبد العزيز سار أبناء الملك عبد العزيز على هذا النهج، على هذه العقيدة وعلى هذا التوحيد، الملك سعود وبعد الملك فيصل وبعد الملك خالد ثم الملك فهد ثم الملك عبد الله، ثم نحن في هذا الزمن المبارك في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهد الأمير محمد بن سلمان، قد سارت ولله الحمد هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين وسمو ولي العهد على هذا النهج، وهو المتعلق بالعقيدة وبالتوحيد، وهي الأساس في هذه البلاد المباركة. فنحن ولله الحمد أيها الإخوة نعيش في نعم عظيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شكرها. وجدنا ولله الحمد مع هذه العقيدة وهذا التوحيد وجدنا التلاحم بين
الحاكم والمحكوم، وبين العلماء وولاة الأمر، بل وجميع أطياف المجتمع. ولذلك لما تحقق هذا كنا جميعا في خندق واحد، ولله الحمد نسعى دائما إلى تحقيق ما أوجبه الله علينا من تحقيق هذه العبادات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على أن تكون خالصة لله. مما يذكر في مثل هذا اليوم وفي هذا اللقاء أيضاً ما من الله علينا بقيادة مباركة تسهر الليل والنهار، تبذل الغالي والنفيس في خدمة هذا الوطن وخدمة الحرمين الشريفين. فلا شك أن هذا العمل المبارك في خدمة الحرمين الشريفين من أعظم الأعمال، وهذه البلاد لم تقتصر في نفعها وفي بذلها داخل البلد، بل امتد هذا البذل والمساعدة إلى شتى بقاع العالم. فنجد هذه البلاد تمد يد العون والمساعدة لجميع المسلمين في أنحاء العالم، تهتم بقضايا المسلمين، ولا شك أن هذا أيضاً تشكر عليه هذه القيادة المباركة. منطلق هذه الدولة ما أسألكم وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. اليوم اجتمعنا ولله الحمد بعدما كان الحظر في أيام سابقة، وهذه نعمة عظيمة. ولذلك ولاة الأمر وفقهم الله بذلوا أسباب عظيمة لأجل أن نصل إلى مثل هذا اليوم. بلاد كثيرة الآن في العالم ما زالت تعاني من هذا المرض وهذا الوباء، ولكن نحن ولله الحمد وفي هذا الأسبوع ومن بداية هذا الأسبوع ولله الحمد سعدنا جميعاً بارتفاع هذه الغمة بشكل واضح، وها نحن نجتمع في هذا المكان. وأيضاً ما كان سابقاً في الأسبوع الماضي من التباعد، الآن ولله الحمد نتقارب ونتصاف حتى في الصفوف ولله الحمد، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. لكن لم يأتي هذا الأمر بهذه السهولة، بل بذلت الدولة أسباب كثيرة. تذكرون جميعاً ما حصل من الحظر، حصل حظر حتى الخروج، حتى الذهاب إلى المسجد، وأيضاً ما قامت به الدولة من وضع أنظمة صارمة قوية أيضاً نفعت أيضاً من الحد من انتشار هذا الوباء. أيضاً هذه الدولة وفرت جميع الاحتياجات المتعلقة الطبية، كذلك أيضاً وفرت اللقاح للجميع وسعت أيضاً في هذا الجانب وحرصت. ولذلك هذا هو فعل الأسباب الذي كان من الواجب أن تقوم به جميع الدول، ولكن ولله الحمد بتمسك هذه البلاد بالعقيدة وأيضاً بالكتاب والسنة استطاعت أن توصل رسالة إلى العالم بما وجهنا به الكتاب والسنة عندما تأتي وتنزل مثل هذه النوازل علينا. عندما نزلت هذه النازلة ماذا حصل؟ توجه ولاة الأمر إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة. أخذت الفتوى من هيئة كبار العلماء، توجهت بما يتعلق بالضرورات الخمس والمحافظة عليها، وهذا ما حصل ولله الحمد. عندما جاء أيضاً موسم الحج للعامين السابقين أيضاً قامت الدولة وفقها الله بجهود موفقة للحد أيضاً من انتشار هذا الوباء، وها نحن اليوم نجني ثمرة هذا الجهد وهذا العطاء بانفراج الأزمة والرجوع ولله الحمد تدريجياً، وذلك أيضاً بما حصل من تخفيف هذه الإجراءات. الشكر لله سبحانه وتعالى، أولاً لله سبحانه وتعالى، ثم أيضاً لولاة الأمر وفقهم الله على ما بذلوا من جهود. كذلك الشكر موصول لجميع
الجهات التي كان لها دور كبير في هذه الأزمة من وزارة الصحة وأيضا وزارة التعليم، وكذلك الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بقيادة صاحب المعالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، فيما سعت فيه هذه الرئاسة من أجل المحافظة على الحجاج وعلى المعتمرين، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ علينا ديننا وعقيدتنا وقيادتنا وولاة أمرنا واستقرارنا. نحن أيها الإخوة اليوم، وقد تكلمنا في مقدمة هذا اللقاء عن أهمية التوحيد وفضل التوحيد، من الأمور المهمة قبل أن نبدأ هذا الدرس ويجب أن يعرف طالب العلم ما يترتب على مسألة التوحيد والعقيدة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فجعل الأمن متعلق بماذا؟ بالتوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك. فتحقيق التوحيد في أي بلد يضمن بإذن الله الأمن والأمان لهذه البلاد. ولذلك انتشار التوحيد في أي بلد لا شك أن يترتب عليه الأمن والتوفيق. ولذلك يجب علينا جميعاً نحافظ على هذه العقيدة. أيضاً مما يذكر أيضاً في مثل هذه المجالس التذكير بأهمية التوحيد. بعض الناس يقلل من أهمية التوحيد ويرى أن الناس يعرفون ما يتعلق بعبادتهم لله سبحانه وتعالى وغيرها، ولكن الشبه كثيرة التي تنطري على الناس وربما يقع في الشرك وهو لا يعلم. ولذلك دراسة مثل هذه المتون العلمية من الأمور المهمة التي ينبغي لطالب العلم. أقول لكم أمر وهو ما قام به الملك عبد العزيز وأيضاً ولاة الأمر وأيضاً من عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كانوا يحرصون على تلقين الناس هذه العقيدة. بل هذا الكتاب الذي سندرسه هذا اليوم، الأصول الثلاثة، كانوا يحفظونها، لا يقرأ ولا يكتب ومع ذلك تجده يحفظ هذه المتون، يحفظ الأصول الثلاثة. أنا أدركت جمع كبير من كبار السن لا يقرؤون ولا يكتبون ومع ذلك يحفظون الأصول الثلاثة كاملة. وأذكر لكم أيضا مسألة مهمة على أهمية التأصيل. هذا هو التأصيل، ولو كان لا يقرأ ولا يكتب ولو كان أميا، هذا نوع من التأصيل. أذكر لكم مثال بسيط حصل في أحد المجالس ولكنه مهم أيضا. رجل كبير في السن بلغ 90 يجلس في مجلس، وفيه كان مجموعة من الأساتذة الذين يعملون في جامعات، جامعة الملك سعود وجامعة الإمام، وكان لقاء كبير. فقال أحدهم كلمة وهو يتكلم أثناء كلامه، قال: الله في كل مكان. بهذه العبارة يعني يريد أن يذكر الناس، فقال: الحمد لله، الله في كل مكان. ما كان من هذا الرجل الكبير السن قال: اسكت، الله في السماء. يعني هذا رد على عقيدة الحلولية. هذا الرجل الكبير في السن لا يقرأ ولا يكتب، لكنه رد على هذا الرجل بهذه المسألة المهمة. فلا شك أن تعلم مثل هذه المسائل المهمة وهذه المؤلفات البسيطة والتي تصل إلى القلب والتي يكون فيها تحصين للمسلم في حياته، لا شك أنها مهم، وينبغي لطالب العلم بل العام أيضا أن يقرأ هذه المتون، لأنه يحتاج إلى تحصين، خاصة مع انفتاح هذه الوسائل. وسائل التواصل الآن أصبحت تصل إلى الجميع، تصل الرجل في فراشه وفي بيته وفي عمله، وتصل الشبه. ولذلك يجب أن يكون المسلم محصن، يحصن نفسه. ولذلك أعداء الإسلام هم الآن يسعون إلى التقليل من أهمية العقيدة وأهمية التوحيد. لماذا؟
لأنها إذا ضعفت هذه العقيدة استطاعوا أن يصلوا إلى هذا إلى هذه البلاد الموحدة، استطاعوا أن يشتتوا شملهم. ولذلك لما يقرأ التاريخ في جميع البلدان التي كانت لها عناية بأمر التوحيد لم تسقط تلك البلدان إلا بعد أن فرطت بالتوحيد، بعد أن فرطت بهذه العقيدة سقطت. وهذه سنة لله سبحانه وتعالى في الأرض، من فرط بهذه العقيدة وبهذا التوحيد لا شك أنه سوف يكون له الخسران. نحن في هذه البلاد بفضل الله ثم بتمسكنا بهذه العقيدة وبهذا التوحيد مرت علينا أزمات كثيرة، أزمة الخليج من ضمن الأزمات اللي مرت علينا، كانت أيها الأخوة الصواريخ تسقط علينا في الرياض وفي بعض المدن ولا تنفجر. هذا كله بفضل الله. ثم بفضل تمسكنا بهذه العقيدة والتوحيد، فعلينا أن نعتني أيها الإخوة وأن نكثر من قراءة مثل هذه المتون وحضور مثل هذه المجالس لما فيها من النفع. ولو لم يكن إلا حضور وقراءة لهذا المدن لكان كافي. كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مؤلفاته بسيط جدا، يفهمه الجميع، يفهمه الصغير والكبير، بل كان يدرس للطلاب في المدارس في الابتدائية ويفهمونه ويحفظونه. ولذلك هذه الدروس وأيضا تكرارها أمر مهم. كان هناك ذكر، وسمعت هذا من جمع من العلماء الكبار وقد كرروا هذه القصة مرارا على طلابهم، وهو ما يتعلق بأمر العقيدة وأهمية التوحيد. يقولون أن أحد العلماء كان يدرس كتاب التوحيد، وكان كلما انتهى من هذا الكتاب درسه مرة أخرى، وكلما انتهى أيضا أعاد هذا الكتاب. فقال الطلاب نريد كتاب آخر، يعني قرأنا هذا الكتاب مرات عديدة ونريد كتاب آخر نقرأه. فقال الشيخ خير إن شاء الله، فاتفق مع شخص على أن يأتيه أثناء الدرس ويتكلم معه بصوت لا يسمعه الحضور. فجاء وتكلم معه فقال لا حول ولا قوة إلا بالله أمام الطلاب. فسأله الطلاب ماذا الذي حصل وكذا، قال هذا الرجل يعني حصل منه أن أتى كما ذكر الراوي في هذه القصة أنه رأت وزنى بأمه، فحوقل الناس وحوقل الحضور الطلاب فانزعجوا من هذا الأمر، كيف يفعل هذا الأمر؟ ثم طلب منه أن يأتيه مرة أخرى، فجاء في اليوم الثاني وتكلم معه نفس الرجل. فلما انتهى قال لهم الرجل الذي جاءني بالأمس لم يكن كما ذكرت بأنه أتى والدته، لكن الأمر اختلف. قالوا ماذا حصل؟ قال أنه كانت والدته مريضة وذهبت إلى أحد الأطباء أو من تستعين بهم للعلاج، فقالت اذبح، فأمر هذا الرجل أن تذبح لغير الله، أن تذبح لغير الله، ولم يكن الأمر كما ذكرت لكم البارحة. قال والحمد لله. فتعجب الشيخ، قال ما يتعلق بالشرك أعظم من إتيان الرجل لوالدته، الشرك أخطر من ذلك. فقال أنتم تحتاجون إلى الدرس كتاب التوحيد مرة أخرى حتى تعرفوا العقيدة وتدرسوا فيها دراسة ممحصة. ولذلك عاد عليهم مرة أخرى كتاب التوحيد. نحن نقرأ هذا الكتاب في هذه المقدمة في علم التوحيد، وهذا الكتاب الأصول الثلاثة يعتني بالتعريف بالله سبحانه وتعالى وبنبيه عليه الصلاة والسلام وبدينه الذي جاء وبينه الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله. هذا
الكتاب هو أصل مهم من أصول ما يتعلق بالبداية في أمور العقيدة. من أراد أن يدرس العقيدة عليه أن يبدأ بهذا الكتاب، بكتاب الأصول الثلاثة. هذا الكتاب، هذه الأصول الثلاثة هي التي تسأل عنها في قبرك: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ تجيب عليها، لكن حتى تجيب عليها لابد أن تحقق مضمون هذه الأشياء. من ربك؟ الله، صح ولا لا؟ ويلتزم، ومن لوازم ذلك أن تؤمن بالله بما يتعلق بأمر الربوبية وما يتعلق بأمر إيش؟ الألوهية. كذلك مع الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، تسأل: من نبيك في القبر؟ فيجب أن تجيب في قبرك: من نبيك؟ ثم أيضا عن دينك وهو الإسلام. فهذه الأسئلة الثلاثة وضعها الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذا الكتاب. جاء أناس في هذا الزمن وفي الأزمان الماضية، لكن في هذا الزمن تسلط الأعداء بشكل كبير، وخاصة على ما يتعلق بأمر العقيدة، ولذلك أرادوا أن يهمشوا أمر التوحيد وأمر العقيدة عند الناس، ويسهلوا هذا الأمر، وأن الناس يفهمون العقيدة، وأن نستطيع أن ندرس العقيدة في دقائق يكفي. وهذا غير صحيح. نحتاج الآن، خاصة مع هذه الشبهات التي بدأت تظهر، نحتاج إلى تأصيل. الجميع يجب أن نؤصل. من توفيق الله أذكر مثال يعني طرى علي الآن، وهو ما يتعلق ب لما أراد الملك عبد العزيز أن يؤسس دولة قوية، أسس الجميع أسسهم على التوحيد، بل ألزمهم بأن يذهبوا إلى القرى وإلى الهجر ويستوطن البدو من أجل أن يتعلموا العقيدة. لماذا؟ لأنه يعلم أن انتشار وتمكن العقيدة في قلوب الناس أنه هو الذي يحفظ هذه البلاد. ولذلك نحن نقول أيضا مع انتشار هذه الشبهات وهذه الوسائل التي انتشرت وأصبحت تصل إلى الجميع، ويصل معها شبهات ربما طلاب العلم لا يستطيعون أن يردوا مثل هذه الشبهات، فعلينا أيضا أن نبذل الأسباب في تعلم العقيدة والتوحيد. كثرة دعاة الضلالة، هذا لا شك أنه أحد الأسباب المهمة. دعاة الضلالة لا يلزم أن يكونوا أعداء، ربما يكونوا من جدتنا ومن أبنائنا ويتكلمون بكلامنا، ولكنهم يحاولون أن يدسوا السم بين أبنائنا في تلويث أفكار هؤلاء الشباب وهؤلاء الطلاب. لا شك أن هذا أمر أيضا يجب أن نتنبه له. الجميع مسؤول عن نفسه وعن أولاده وعن من يعود، فعلينا أن نتنبه إلى هذا الأمر. فإن أردتم نذكر نبذة بسيطة عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب مؤلف هذا الكتاب رحمه الله. الشيخ محمد ولد عام 1115 في بلدة العينة، وهو تميز بالعلم وبالحفظ، وكان عنده حافظة قوية تميز عن جميع أقرانه في ذاك الوقت، فجد في العلم، ثم أيضا ذهب إلى الحجاز وإلى اليمن وإلى البصرة لكي يتعلم، ورجع بعد ذلك إلى والده في العيينة، ثم أيضا تعلم من والده ومن جده، والده قاضي وجده من العلماء، من كبار العلماء في ذاك الوقت، ثم ذهب إلى ابن معمر وحاول أن يتحالف معه، ولكن حصل اختلاف بينهم، ثم ذهب إلى الدرعية وتحالف مع الشيخ، مع الإمام محمد بن سعود، فكان الفتح العظيم الذي فتح عليهما في نشر هذه العقيدة، والذي كان سبباً ولله الحمد لقيام الدولة السعودية الأولى، ومن بعدها استمرت. يقولون من الأمثلة التي ذكرت فيما يتعلق بأمر التوحيد وأهمية التوحيد، يقول الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة، يقولون على مر التاريخ لا تعود الدولة التي تسقط مرة أخرى، ولم تعد أي دولة إلا هذه الدولة،
لماذا؟ لأنها بنيت على التوحيد وعلى العقيدة، فسقطت ثم رجعت بالتوحيد، ثم سقطت ثم رجعت أيضا بالتوحيد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا، وأن يمكن لنا هذا التوحيد وهذه العقيدة في هذه البلاد المباركة. قبل أن نبدأ المتن، أنا أريد أن أوضح لكم هذا الكتاب، أوضح لكم محتوى هذا الكتاب. هو متن الأصول الثلاثة. هذا الكتاب يتكون من مقدمات ومن أصول ثلاثة. الشيخ محمد قبل أن يبدأ بهذه الأصول الثلاثة ويبينها للناس ويبدأ بالكتابة، أراد أن يضع مقدمات، فوضع ثلاث مقدمات لهذا الكتاب. إذن هذا الكتاب عندما تقرأ هذا الكتاب بدايته هي عبارة عن مقدمات، لم يبدأ بالأصول الثلاثة لكن بدأ بثلاث مقدمات. المقدمة الأولى في أربع مسائل، بدأ في مقدمة في أربع مسائل ما يتعلق بالعلم والعمل والدعوة والصبر على هذه الدعوة. هذه مقدمة للأصول الثلاثة. المقدمة الثانية أيضا قواعد متعلقة بتحقيق التوحيد، ثم بدأ أيضا مقدمة بمعنى الحنيفية. كل ذلك توطيد لطالب العلم حتى يستطيع أن يعرف هذه الأصول الثلاثة. فوضع أولا مقدمة فيما يتعلق بمسائل متعلقة بالعلم والعمل والدعوة، وبعد ذلك الصبر على هذه الدعوة، ثم وضع مقدمة ثانية أيضا متعلقة بمعنى التوحيد والعقيدة، ثم وضع مقدمة ثالثة في الحنيفية، ثم بدأ بعد ذلك بالأصول الثلاثة، وهما معرفة الرب ومعرفة النبي ومعرفة الدين بالأدلة. فنبدأ مستعين بالله هذا المتن. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب، العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم، هنا المؤلف بدأ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. وبداية المؤلف بالبسملة كما هو معلوم هو ما يبدأ به بكتاب الله سبحانه وتعالى في السور، وكذلك بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في مراسلاته، وهذا اقتداء بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. المؤلف عندما قال بسم الله الرحمن الرحيم أي أبدأ بسم الله بتأليف هذا الكتاب. ولكن بالنسبة لنا البسملة ماذا تعني؟ بسم الله نبدأ أن نتعلم من هذا الكتاب. للمؤلف هو في تأليفه بدأ بالبسملة من أجل التأليف، ونحن إذا قرأنا البسملة نقول بسم الله نبدأ في تعلم ما جاء في هذا الكتاب. المسألة الثانية في قوله اعلم رحمك الله، كلمة اعلم
عندما يقال اعلم هي للتنبيه، المؤلف أراد أن ينبه طالب العلم والقارئ، قال اعلم، لما أقول اعلم سينتبه، فأراد أن ينبه رحمه الله في قوله اعلم وهي للتنبيه للسامع. ثم قال رحمك الله، اعلم رحمك الله. فهذا الأسلوب وهذه الطريقة من المؤلف هي أيضا دعاء، وهو يدل على العطف والرحمة، ويدل على أيضا ما يحمل المؤلف من الحرص والعناية كذلك بمن يقرأ هذا المؤلف وهذا الكتاب الذي يقوم بتأليفه. قال اعلم رحمك الله، رحمك الله هي جملة خبرية لفظا، ولكنها إنشائية مما يتعلق بالمعنى، فصياغة هذه العبارة هي صياغة خبرية لكن معناها هي دعاء، هي إنشائية فيما يتعلق بالدعاء، وهو الدعاء للمتعلم بالرحمة. فهنا نقول إذا أفردت الرحمة في هذا الباب فهذا يتعلق بالدعاء لهذا الشخص بالمغفرة فيما يتعلق بالمستقبل. إذا دعوت لشخص بالرحمة فهذا يتعلق بأمر مستقبلي، أما إذا دعوت وقرنت بالمغفرة فهذا أمر ماذا؟ بالماضي، أن يغفر لك الذنوب التي مضت. أما ما يتعلق بالرحمة فهي متعلقة بما يأتي، وهذا ما دعا به المؤلف في هذا الكتاب. المسألة الثالثة، قول المؤلف أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، وذكر منها العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، ثم قال العمل. هنا المؤلف عندما قال يجب، الوجوب هنا وجوب عيني. لماذا؟ لأن هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف يجب على المسلم أن يعرفها، أن يعرف هذه الأمور المهمة التي ذكرها المؤلف. قال يجب علينا جميعا كما ذكر المؤلف، يعني يجب على كل مسلم معرفة هذه الأمور. فالواجب على المسلم أن يتعلم ما يجب عليه من أمر دينه وما يتعلق بعقيدته، وأيضا ما يتعلق بعبادته، وما يتعلق أيضا كذلك في المعاملات. فإذا أشكل عليه أمر يسأل أهل العلم، وهذا هو المطلوب. فهذه الأمور التي ذكرها المؤلف هي من الأمور التي يجب على طالب العلم أن يتعلمها وأن يعرفها معرفة واضحة وبينة. أما ما يتعلق بأمور كتفاريع المسائل الفقهية وغيرها فهذه ليست واجبة، وإنما هي على طلبة العلم والعلماء، إذا قام بها البعض فبقي تكون سنة لغيرهم. ثم أن المؤلف قال اعلم رحمك الله، هنا ذكر قال أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، أربع مسائل. قال العلم، ثم عرف هذا العلم، ما هو العلم؟ قال تعلم أربع مسائل، الأول العلم، ثم بيّن ما هو العلم. أولاً معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذه هي الأصول الثلاثة. بدأ في مقدمته من أجل أن يوضح هذه المسألة في بداية ما يتعلق بالعلم، واضح؟ بعد ذلك قال العمل به. بعد ذلك بدأ بالعلم ثم بدأ بالعمل. هل يكفي العلم؟ ما يكفي العلم، مجرد أنك تتعلم وتعرف، ولذلك كثير من ضل من أولئك هم يعرفون ويعلمون ومع ذلك ضلوا، ولكن
إذا علمت يجب عليك ماذا؟ وجوبا كما ذكر المؤلف أن تعمل. وهذا ما بيّنه الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذه المسألة. فلا يكفي يقول أن الإنسان يعلم ولا يعمل بما علم. ثم قال بعد ذلك عندما تعلم وعمل ماذا يجب عليه بعد ذلك؟ وجب عليها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يدعو وأن يبلغ هذه الرسالة. لذلك قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لأن الإنسان إذا أعطاه الله العلم وأعطاه الله العمل بهذا العلم فإن عليه أن يبلغ هذه الرسالة، يوصل هذه الرسالة لأولاده ولزوجه وكذلك لمجتمعه ومن حوله. لذلك يجب أن يكون هناك، هذا هو ما يتعلق بأمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنت لا يمكنك أن تأمر بمعروف إلا بعلم، ولا يمكن أن تنهى عن منكر إلا بعلم. فلذلك جاء هذا التوجيه وهذا التفصيل من الشيخ محمد بن عبد الوهاب من أجل أن يوضح لقارئ هذه الرسالة أنه يجب عليها العلم، ثم بعد ذلك العمل بهذا العلم، ثم بعد ذلك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. عندما يدعو إلى الله ماذا سيحصل؟ طبعا هناك مشقة، المشقة ربما يكون في التعلم وفي العلم، وأيضا هناك أيضا مشقة ما يتعلق من أي داعية لابد أن يواجه له أعداء. ولذلك في هذه الحالة ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الصبر. فكانت هذه الأربع التي وضحها وهي مقدمة في هذا الكتاب وضعها الإمام، قال يجب علينا أولا العلم، ثم العمل بهذا العلم، ثم الدعوة إلى الله، ثم بعد ذلك ماذا؟ الصبر. ثم بيّن ذلك رحمه الله بالدليل كما جاء في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولذلك بيّن رحمه الله عندما أخذ هذه المسائل الأربع المهمة أخذها من هذه السورة: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، الإيمان اللي هو العلم، وعملوا الصالحات هذا العمل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بماذا؟ وتواصوا بالصبر. وهذا هو ما يجب على المسلم، الحق تواصوا بالحق، أنهم دعا إلى الله، ثم بعد ذلك تواصوا بالصبر. قال الله تعالى لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ماذا؟ يريدون وجهه، يعني إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال المؤلف ونقل عن الشافعي رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذه المسألة عندما قال، ونقل كلام الإمام الشافعي، قال: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. لماذا؟ لأن هذه السورة شاملة لجميع أمور العقيدة المتعلقة بها. الإيمان متعلق بماذا؟ بالتوحيد. وإذا حقق المرء التوحيد معناه أنه قد ماذا؟ قد باعد عن الشرك. الذين آمنوا ثم بعد ذلك يجب عليك العمل. انظروا إلى هذه السورة العظيمة، ثم بعد ذلك العمل، ثم أمر الله سبحانه وتعالى التواصي بالحق وهو الدعوة، وكذلك الصبر. وهذه هي أمور الحياة كاملة، ولذلك جاءت في هذه السورة، ولذلك بيّن الإمام الشافعي هذا الأمر. ولذلك لو نظرنا إلى كلام الإمام الشافعي في هذه السورة المتعلقة ب ما ذكرها الإمام المجدد الشيخ محمد الوهاب في هذه المسائل الأربع، هو نفس الاستنباط الذي أخذه الشيخ محمد في هذا الباب. لذلك أيضا ابن القيم رحمه الله له كلام في هذا الباب، يقول: المراتب أربعة، يقول: وباستكمالها
يحصل للشخص غاية كماله، إحداها معرفة الحق، المقصود معرفة الحق اللي هو العلم، الثانية عمله العمل، الثالثة تعليمه لمن لا يحسنه، الرابعة الصبر على ذلك. وهذه هي المراتب الأربعة. المسألة الخامسة في هذا المقطع الذي ذكرناه أو ذكره أو قرأه القارئ هو متعلق بما ذكره عن الإمام البخاري رحمه الله عندما قال: بوب البخاري باب العلم قبل القول والعمل، ثم ذكر الدليل على ذلك: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ماذا يعني كلام الإمام البخاري في تبويبه لهذا الباب العلم قبل القول والعمل؟ نجد بعض الجماعات أنها تبدأ بالدعوة قبل العلم، يكون عندهم جهل عظيم، ثم تجدهم يذهبون للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وهم على جهل، فمن جهلهم يترتب على ذلك فساد عظيم. ما هو الفساد الذي يحصل؟ لأنهم تجدهم يقرون الشرك وهو أعظم شيء. الله سبحانه وتعالى قال لنبيه، وهو النبي عليه الصلاة والسلام الذي أنزل عليه القرآن وأرسله الله سبحانه وتعالى، مع ذلك ماذا قال له الله؟ ولقد أوحي إليك أي يا محمد وإلى الذين من قبلك أي من الرسل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أمر الشرك خطير جدا. هؤلاء الذين بدأوا بالدعوة قبل العلم وقعوا في هذا المحذور، بل إن بعضهم وقع في الشرك، يتسمون باسم الإسلام ويظهرون أمام العالم على أنهم من المسلمين وهم يقرون الشرك. تجد عبادة الأوثان وعبادة القبور وعبادة الأولياء وغيرها، وتجد الشرك وتجد البدع عندهم، ولا ينكرون على هذا الشرك الظاهر، لا ينكرون عليه. وهذا ما أراد الشيخ أن يوضح للناس في هذا الأمر. فقال المؤلف أو قال الإمام البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. فهؤلاء بدأوا بماذا؟ بالعمل، ويحثون الناس على الخروج وأيضا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن ليست على بصيرة، على جهل. فنجدهم في كل بلدان العالم، لكنهم للأسف الشديد لا يوجهون الناس إلى العقيدة وإلى التوحيد. وهذا القول للإمام البخاري أمر واضح وصريح في التحذير من القول على الله بغير علم. فيجب على الداعية ويجب على طالب العلم ويجب على الجميع حتى العامي ألا يذكر أي أمر من الأمور إلا بعلم، لابد من العلم، والعلم يكون بماذا؟ بالدليل من الكتاب ومن السنة. فلا شك أن القول على الله بغير علم أمره خطير، ولذلك نجد هذا التأصيل العجيب من الشيخ محمد، وهو الحقيقة يعني من التأصيل المهم في بابه، وهي أمور بسيطة، يعني أنا أتوقع الجميع تصل له هذه الرسالة واضحة وبينة، أن الواجب على أي مسلم أن يعلم قبل أن يعمل، هذا الأساس، وإذا علم وجب عليه العلم، وإذا عمل وجب عليه أن يبلغ هذه الرسالة بما علم، ثم عليه أن يصبر، لأن الناس ربما يؤذونه، ربما يتكلمون عليه، ربما يسيئون له، يشككون في كلامه وفي غيره، ولكن عليه الصبر. والصبر ماذا يعني؟ الصبر أن لا يكون هناك ردة فعل أيضا عندك تكون أيضا يترتب عليها أيضا إنقاص في مكانتك وفي علمك وفي قدرك. يجب أن يكون أدعو إلى سبيل ربك بماذا؟ بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. بعض الناس يريد أن ينتصر لقوله، فتجده عنده حدة وعنده شدة في النقاش وفي تعامله مع الناس، وإذا اقتنع في أمر
تجده من أعجب الناس، يريد أن يدافع عن هذا القول بكل ما يستطيع. ولذلك أنا أوصيكم طلبة العلم في كتاب نافع عظيم يعود طالب العلم على المسائل الخلافية وعدم الاعتداد أحياناً بالرأي، الصبر. يعني ربما يكون واحد عنده مسألة بحث هذه المسألة وتطلع فيها وكان عنده قدرة، لكن فوق كل ذي علم عليم. هذا الكتاب هو كتاب ابن القيم في زاد المعاد، هذا من أفضل الكتب التي تساعد طالب العلم على فهم المسائل الخلافية. ابن القيم في هذا الكتاب عندما يتكلم عن مسألة من المسائل، طريقة الشيخ يأتي بالقول الأول ويأتي بأدلته حتى تقتنع وتقول هذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة، ثم بعد ذلك يأتي بالقول الثاني، ثم تقول هذا القول الذي ذكره يأتي بالأدلة فتقول هذا هو القول الراجح، ثم يأتي بأيضا أحيانا قول ثالث وكذلك يأتي بالأدلة وتقول هذا هو القول الراجح. تتعجب من أولا قوة الأدلة في هذه المسألة. في الغالب الأدلة إذا جاءت في الغالب أن يتظهر المسألة لطالب العلم، لكن من قوة ابن القيم في استدلالاته خاصة من الكتاب والسنة تتعجب من حاله. وهذا الكتاب الحقيقة كتاب من أنفع الكتب، حتى يقرأ في البيت مع الأهل، هو عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وألفه الشيخ رحمه الله في رحلة، يعني هذا الكتاب ألف وهو في رحلته إلى الحج، فألف هذا الكتاب العظيم النافع وهو يتكلم عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الكتاب يعود طالب علم على مسألة المسائل الخلافية. لذلك نقول لو كان هناك اختلاف بين طلاب العلم في بعض المسائل أن يصبر طالب العلم ويسمع أيضا من أخيه ولا يستعجل في قضية الرد بشكل سريع. وهذا أيضا من السمت، وهذا ما يتعلق بمسألتنا التي نتكلم عليها هي الصبر، أن يصبر المسلم فيما يتعلق بمناقشته وأيضا في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم، هذه هي المقدمة الثانية. المقدمة الأولى ذكرناها العلم والعمل والدعوة والصبر، هذه مقدمة للأصول الثلاثة. هذه الآن الشيخ أيضا ذكر هذه المقدمة الثانية فيها ثلاث مسائل ذكرها الشيخ. المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا. ماذا يظهر لنا في هذه المسألة الأولى وهي من المسائل التأصيلية؟ كل ما ذكره الشيخ الآن هي مسائل تأصيلية، لا يصلح أي أمر تبدأ به في أي أمر من أمور العلم إلا بهذه المسائل وهذه التأصيلات
التي ذكرها الشيخ. فهنا ذكر ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، هنا تقرير ماذا؟ توحيد الربوبية. هنا ذكر الشيخ توحيد الربوبية، ومن ربوبية الله سبحانه وتعالى أنه هو الخالق وهو الرازق وهو المحي. هذا يتعلق بماذا؟ بتوحيد الألوهية. ولم يتركنا هملا، ماذا؟ أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل إلينا، وإلا الأصل هو الفطرة، هو عبادة الله سبحانه وتعالى، ولكن أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب لتعريف العباد بربهم ولكي يرجعوا إلى ربهم. وهنا ذكر الشيخ ثلاثة أمور: أول شيء الخلق والرزق والرسالة. فأن الله تعالى هو الخالق هذا ما يدل عليه كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا يدل على الخلق، أن الله خلق البشر. وأيضا جاء في قوله تعالى: الله خالق كل شيء. فهذه كلها تدل على ذلك. لكن هناك أيضا أدلة عقلية، الله سبحانه وتعالى يخاطب الناس في كتابه ويبين لهم بعض الآيات حتى يقرب للناس مثل هذا. عندما جاء في قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لا يمكن أن يكون هناك خلق بلا خالق. فهل يقال أن هناك خلق بلا خالق؟ فإذا قلنا ذلك نقول هذا عبث، الناس خلقوا من غير شيء، لا يمكن. وإذا قلنا أن الناس خلقوا أنفسهم لا يمكن أيضا، هذا أيضا عبث. ولذلك نقول أنه لا بد من خالق، والخالق هو الله سبحانه وتعالى. ثم قال الأمر الثاني أن الله رزقنا، وهذا يتعلق بتوحيد الربوبية أيضا، والدليل عليه أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أن الله يرزق من يشاء بغير حساب. بعد ذلك جاء في ما يتعلق بأمر الرسالة، وذلك أن الله تعالى من رحمته أنه كما قال المؤلف لم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا. وعندما جاء في قوله تعالى: يحسب الإنسان أن يترك سدى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. والغاية من الرسالة هي طاعة الرسول المرسل، أن يطاع بما جاء، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فهذا متعلق بالرسالة. وأيضا الحكمة من إرسال الرسل هو لهداية البشرية، وأيضا إلى أن يستقيم الناس على الصراط المستقيم. ثم أيضا بين المؤلف هنا مآل الطائعين ومآل العصاة، فقال المؤلف: فمن أطاعه دخل الجنة، كلام بسيط واضح، ومن عصاه دخل النار. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. هذا أمر واضح وبين. فأنت يجب عليك أن تطيع الله سبحانه وتعالى بما أمر به وبما جاء به النبي وبلغه عليه الصلاة والسلام. فمن أطاع الله وأطاع الرسول دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. أيضا جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمة محمد يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فهذا الأمر هو من القواعد المهمة التي يجب أيضا أن يؤصل عليها الجميع،
المسألة الثانية التي ذكر المؤلف أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحدا. انظروا إلى هذا التوجيه وهذا التأصيل من الشيخ رحمه الله. ترى هذه أمور مهمة، كلمات بسيطة لكنها مؤصلة. يعني بعض الناس يقول أنا أستطيع أقول مثل هذه الكلمات، لكن إذا أراد أن يتكلم لا يستطيع أن يتكلم. أنا أضرب لكم مثال، يعني من المعاصرين الذي عاصرهم الجميع مثل الشيخ ابن باز رحمه الله. الشيخ ابن باز كلامه بسيط جدا، بل إن حدثني أحد المشايخ يقول أن الشيخ في بعض كلماته يقول من 40 سنة، يقول أذكر كان في الشيخ لما كان في الجنوب في الخرج وفي كذا، يقول أني أسمع الشيخ يقول هذه الكلمة من 40 سنة، واليوم سمعتها في مسجد اللي قريب من بيت الشيخ اللي يسمونه مسجد سارة جنب بيت الشيخ. فيكرر الشيخ عباراته وهي عبارات بسيطة. يقول هذا الرجل وهو من طلاب العلم يقول والله نسمع هذه العبارات وهذه كلمات من الشيخ فنتوقع أن هذه كلمات بسيطة، وإذا أردنا أن نقولها نتعب. والشيخ يعني تميز باستدلالاته بالكتاب والسنة والرجوع. ثم الشيخ في عباراته كان عنده نظرة بعيدة، يعني الشيخ من أموره اللي نجد أن الشيخ يتوسع يقول في بعض، يعني هذه دارجة، يعني هذه ممكن نسمعها دائما من الشيخ ابن باز رحمه الله ما يتعلق وصي، يعني حتى في مجالسه مثل هذه المجالس وصيتي للإنس والجن، فيشرك الجن أيضا في دعوته فهم يسمعون. فكان أحيانا يدعوهم ويوجه لهم أيضا التوجيه، بل إنه قال في أحد محاضراته وفي أحد كلماته يقول في دعوته ويدعو للناس في الأرض وفي البحر وفي كذا ويقول وفي الجو، يقول حتى، فقال عبارة عجيبة، قال حتى في المركبة الفضائية عندما سمع. فهذا يدل على بعد نظر الشيخ وحرصه أيضا على الدعوة حتى لمن كان في المركبة الفضائية يدعو لهم. فلا شك هذا من توسع علم الشيخ. ولذلك نجد أن العلماء مثل الشيخ محمد بن الوهاب وأيضا من السلف، سلف في دعوة في هذه الدعوة المباركة، فنجدهم دائما عباراتهم بسيطة لكنها مؤصلة وواضحة. ولا عيب على طالب العلم لو كرر أيضا الكلمات ومسائل التوحيد ومسائل العقيدة لو كررها، بالعكس الناس بحاجة. فذكر، ومعنى ذكر أنك تعيد ما ذكرت سابقا وتعيده أيضا على نفسك وتحفظه وتحفظ هذه المسائل. ولذلك الوصية من يحفظ هذه الأصول الثلاثة أنا أعتبره عالم، من يحفظ هذه الأصول الثلاثة وصل إلى درجة العلم، من استطاع أن يفهم هذه الأصول فلا شك أنه وصل مرحلة من العلم عظيمة، لأنه أصل نفسه، عنده قواعد الآن، قواعد يستطيع أن يبني عليها من العلم ما شاء. ثم بعد ذلك يأتي التوسع في المسائل الأخرى، في مسائل الإيمان. مسائل الإيمان أحيانا مشكلة فيما يتعلق، يأتيك مسألة المرجئة، مسألة الخوارج، هؤلاء حصل عندهم انحراف فيما يتعلق بأمور العقيدة. ولذلك أيضا مما ينبه عليه وننبه عليه في مثل هذا المجلس ما يتعلق بأمر مهم، وهو لا يقل خطر عن ما يتعلق بالغلو، وهو مسألة الإرجاء. مسألة الإرجاء انتشرت في هذا العصر، والإرجاء من خطره على المسلم أنه ربما أنه لا يميز ما بين الشرك وغير الشرك. ولذلك تجدهم أو تجد البعض ممن يبالغ في ما يتعلق في مسألة الإرجاء أنه يقول من يسجد للصنم أنه لا يكفر ومن كذا، فتوسعوا في هذا الأمر بشكل عجيب. فهذا لا شك أنه أمر خطير. ولذلك نقول أن على طالب علم قبل أن يدخل في مسائل الإيمان والمسائل أن يؤصل نفسه في هذه العقيدة وفي التوحيد، فإذا أصل نفسه يستطيع بعد ذلك أن يبحث مثل هذه المسائل أيضا مع العلماء ويرجع إليهم ويبحث، ولا يتعجل خاصة في نشر ما فهمه هو وبإدراكه. ولذلك ظل من ظل بسبب فهمه السقيم. ولذلك تجدهم، طبعا هذا لا شك أن الإرجاء هو أيضا قريب من بعض المسائل التي تتعلق في أنه لا يوجد شيء تقريبا محرم أو شيء إنسان يخرج فيه من الملة،
إذا كان الشرك أقر وأقر مثلا إقرار الناس بما يفعلون من منكرات وغيره وإلى آخره، هذا لا شك أن يترتب عليه مفاسد عظيمة. لذلك لا بد أن يكون هناك تأصيل في مثل هذه المسائل المتعلقة، خاصة في مسائل الإرجاء ومسائل الإيمان، فهذه لا يدخل فيها طالب العلم إلا بعد أن يوصل نفسه. ولذلك أقول هذا التأصيل من الشيخ محمد في كتابه لا شك أنه معين لطالب العلم في تأصيله حتى يستطيع أن يدخل في المسائل الأخرى المتعلقة بمسائل الإيمان. هنا ذكرنا الرسالة وما يتعلق بها، وهنا أيضا جاءت الأدلة ومن يطع الله والرسول يدخل جنات، وبينا ما يترتب عليها. المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك به، وهذه متعلقة مهمة. يقول أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. مراد الشيخ في هذا الباب ماذا؟ ما هو مراد الشيخ في هذا الباب عندما قال هذه العبارة؟ نعم، التوحيد، يعني إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى والتوحيد. عندما يقول عدم الوقوع في الشرك ماذا يعني هذا؟ هو التوحيد. ولذلك قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله في الآية الأخرى فقد افترى إثما عظيما. ولذلك ذكرنا مهما يعمل الإنسان من عمل من صلاة وصيام وصدقة وغيرها من العبادات وهو مشرك بالله فإن عمله حابط. ولذلك ذكرنا الدليل عندما ذكرنا في قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل قال الله في حال المشركين قال ماذا؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فعلى المسلم أن يتنبه إلى أمر العقيدة وإلى أمر التوحيد والعناية بها. ولعل الآن الأذان إن شاء الله نكمل إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.